صور مؤخرا الناس كلها قالت طالع عبد الرزاق عملت عمليات تجميل وغيرت شكلها عمليات 16 17 مش عارفه لحقت اعملها فين اصلا اصلا اذا كانت بيروت اصلا ما فيهاش حد يعمل عمليات المقفول المستشفيات فيها الناس بتوع كورونا ما فيهاش. بصي دايما دايما لازم تعرفي طول ما انت ناجحه او محبوبه او كويسه مش بس في المجال الفني في اي مجال دكتوره مهندسه مش عارفه لازم لو انت ناجحه لازم يبقى ليكي اعداء ومحاربين. المحاربين ما يقدروش يظهروا في وشك يبقوا في ظهرك فيعملوا ايه يرسل يعمل عمليه دي مش عارفه ايه ده فلان عامل مش عارفه ايه ده بيبقى متخيلين يعني او تفكيرهم المرضي بيبقوا متخيلين ان هما كده بيأثروا عليكي او بيهدوكي او للاسف ده مش حقيقي. ما حدش يعرف يهد حد على فكره بين يوم وليله. الوحيد اللي ممكن يهد بين يوم وليله اللي يحبه ربه يحب في خلقه. كانت دايما امي الله يرحمها تقولها لي. سمعت خبر حلو انك راجع المسرح. ان شاء الله. بس مش مسرح بقى مسرح ونقعد بالسنين اللي هي المسرح. المسرح بتعمل له 10 ايام وممكن مثلا لو ربنا كتب لها النجاح مثلا او يومين في الاسبوع فاهمه كده. لكن ارتباطك بالمسرح يوميا بسنين كتيره ما بقاش حد يقدر يستحمله زي الاول.